أكبر ميليشيات إيران الطائفية في سوريا، اللحم الرخيص الذي يلقيه خامنئي في المحرقة السورية، الميليشيا المخصصة للاقتحام والعمليات القتالية الصعبة، لواء فاطميون الأفغانية. ينحدر معظم مقاتليها من الشيعة الهزارة في أفغانستان. استغلت إيران حالة الفقر والحرمان لدى المهاجرين الأفغان والذين تقدر أعدادهم بنحو 3 ملايين، وجندتهم لتحقيق مآربها الطائفية وأهدافها التوسعية عبر اللعب على الوتر الطائفي بحجة الدفاع عن المقدسات الدينية، إلى جانب المغريات المالية لترسل آلاف المقاتلين الأفغان إلى سوريا ضمن الميليشيات التي جندها الحرس الثوري الإيراني للدفاع عن نظام الأسد. قاتلت الميليشيا في معظم المناطق السورية منذ عام 2012 وتكبدت أكثر من 2000 قتيل و8000 جريح. اليوم ومع انحسار العمليات العسكرية في سوريا، يواجه المقاتلون الأفغان العائدون الاعتقال والملاحقة الأمنية بعد تصنيفهم من قبل الحكومة الأفغانية بالإرهابيين، إلى جانب التبعية والعمالة لإيران. هل انتهت إيران من استخدام هذه الميليشيا في سوريا؟